ومن الاخر يا جماعه، من الاخر واضح ان الانتماءات غالبه جدا، الانتماءات غالبه جدا على المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم مع مختلف اللجان. بدليل ايه؟ بدليل عدد من اللقطات، عدد من الصور اللي احنا شفناها. يعني لما تيجي كده تشوف رئيس اللجنه الخماسيه ازاي كان بيستقبل لعيبه نادي الزمالك بعد الفوز باللقب، وازاي كان بيستقبل لعيبه النادي الاهلي. بص بقى اللقطه دي كده معايا، بص ارجع، لا لا ارجع، هو بيسلم كده على الكهرباء ليه؟ بص ايده، بص ايده، لمسه، لمسه وزقه، اه لمسه وزقه، بص اهو. طب انت حضرتك بتسلم على الكهرباء كده ليه؟ عشان ساب فريق منافس وراح للنادي الاهلي؟ عشان حضرتك مش قادر تنسى انتمائك؟ حضرتك مش قادر تنسى انتمائك لفريق معين؟ وبالمناسبه، بالمناسبه مش عيب انك تبقى منتمي، لكن العيب انك ما تبقاش محايد وانت في المركز ده، وانت في مكانك ده، وانت في موضع المسؤوليه دي، هو ده العيب. لكن ايه الطريقه دي؟ ده انت واقف على منصه التدريب. بص بقى، بص بقى حبيبي يا شيكابالا، بالحضن وبالبؤس، ما عنديش مشكله برضه، ما عنديش مشكله على فكره، بس في نفس الوقت هرجع لنفس النقطه، ها، ان انت دلوقتي رئيس اللجنه الخماسيه، يعني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. في لقطه في الممر كمان يا جماعه اللي تجيبها لي، تمام؟ المفروض يبقى انت زي ما هتسلم هنا تسلم هنا، لو في حفاوه هنا تبقى الحفاوه موجوده هنا، لو انت مش هتسلم بحفاوه هنا ما تسلمش كمان بحفاوه هنا. دي اللقطه بقى اللي في الممر. بص ده بعد بقى ما شيكابالا عمل اللي عمله، وخلي بالك يعني بعد ما شيكابالا، يعني الصوت ينفع نشغل الصوت ولا ما ينفعش؟ قولوا لي. ما ينفعش. طيب ترحاب شديد وعلاقه وطيده جدا، علاقه وطيده جدا وصداقه معروفه من زمان من رئيس اللجنه الخماسيه مع لاعب نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك بشكل عام. فموضوع غريب جدا، موضوع غريب جدا. ده الصوت جبته لي، علي كده. يقول له وش حلو. أكيد حضراتكم سمعتوا يعني وشي حلو عليكم، صح ولا لا؟ هو بيقول كده، مع الاحترام والتقدير لشخصه على فكرة، لكن هو بيقول له كده، وشي حلو ولا لا؟ وشي حلو عليكم ولا لا؟ أه طبعا وشك حلو. حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. الانتماء غالب، امر واضح وضوح الشمس، تعمد، تعمد عقاب كهربا بهذا الاسلوب، موضوع غير منطقي. تعالي لي بقى